ليا مساحتنا التالية مليانة نشاط ورح نحكي فيها عن الرياضة وبالتحديد عن الأيروبيك. هي تمارين يلي بتساعد على تعزيز نبضات القلب سواء كان الفرد واقف جالس أو مستلقي، وأكيد إلى الكثير من الفوائد يلي رح نحكي عليها أكثر مع الكوتش نسرين اللعيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير كوت. صباح الخير. يعني بالبداية دايما منقول بدنا نسجل الرياضة، نفسيتنا تعبانة بدنا نسجل الرياضة، بدنا نروح على الرياضة، دايما بنحكي كتير ولكن يمكن ظروف الحياة وضع الشغل ما بيخليك كتير تلتزمي بالنادي. بالبداية خلينا نحكي قديش الرياضة بتعمل ريلاكس، قديش بتفرغ طاقات، قديش الرياضة هي كتير مهمة بكل الفصول وبكل الأيام ولكل الأعمار. الرياضه بشكل عام يعني هي اهم شيء، انه هي يعني بتفرغ لك الطاقه السلبيه اللي جواتك. يعني اي انسان مثلا بحس حاله انه هو تعبان، عنده ضغوط بالحياه، فبيلجا للجيم للرياضه، حتى لو انه المشي انه مشان يفرغ هاي الطاقه اللي جواته. وما في لها عمر معين ابدا، حتى باعمار صغيره ممكن انك انت تبداي رياضه، وهي يعني بتعطيكي دائما شباب متجدد يعني، ودائما بتحسي حالك انه انت عندك قدره وعندك نشاط للحياه انه اكثر من الوقت الطبيعي اللي بتكوني انت فيه بالحياه. تمام. كوتش، دائما معروف بعالم الرياضه في تمارين الايروبيك وفي المقاومه. طبعاً. خلينا نحكي اول شيء عن الايروبيك، شو هي، وين تنفذ، شو بتفرق عن تمارين المقاومه؟ الايروبيك هو تمارين هوائيه متلاحقه وسريعه، بتجي دائما ضمن مجموعات وعدات. هلا هي طبعا بتفرق عن المقاومه، لان المقاومه هي فيها حديد، فيها اوزان، ولما بتجي مثلا السيده عندها بدانه ما بتقدر تلعب المقاومه لحال، لانه بيكون عندها وزن معين لازم تنزل هذا الوزن لحتى تقدر تلعب المقاومه. طبعا الايروبيك يعني بشكل عام هو السيدات اغلبهم بيلجأوا لتنزيل الوزن، يعني حتى ممكن انه بتجيك سيده انه انا ماني ما عندي وزن زائد بس انا حابه احافظ على شكل جسمي، فهي بتلعب الايروبيك وبتلعب المقاومه سوا، فبضل هي محافظه على شكل جسمها اللي هي بدها اياه. تماما. في كثير من السيدات بيعملوا رياضه وبيوقفوا فجاه، بيصير في ردات فعل جسمهم، بيصير في يمكن ترهلات، سمنه مفرطه او زائده، في سيلوليت بمطارح طلع غير مطارح وما كانت عندهم. خلينا نحكي عن الوقوف فجاه باي نوع رياضه كان، وخلينا نخصص الايروبيك قديش يمكن مضر انه هيك نوقف فجاه. هلا اي رياضه انت عم تلعبيها بالحياه يعني بس وقفتي كانك ولا يوم انت لعبانه رياضه، بيرجع الجسم نفس الشيء، بيرجع ما في مرونه بالجسم، بيرجع انه الجسم انت يعني الطاقه اللي كانت موجوده جواتك انه خلاص خسرتيها، فطبيعي انه ترجعي تحسي انه جسمي ما عاد مثل اول، عندي تعب، عندي خمول، انه ما في نشاط. طبيعي وقت اللي انت بدك توقفي الرياضه شو ما كانت تكون، كان ايروبيك او اي رياضه ثانيه. فلهيك انه دائما انا بنصحهم للي بيكونوا عندي بالجيم انه لا توقفي، لا تقطعي، لانه بس وقفتي خلص كانك ولا يوم انت لعبانه الرياضه. يعني حتى لو كان اسبوع فانت جسمك تعود على الرياضه، فبعد اسبوع رح ترجعي تحسي انه انا تعبانه، انه ليش تعبانه؟ طبعا لانك انت قطعتي لك اسبوع ما في مانك لعبانه رياضه، ما محركه جسمك، ما محركه الدوره الدمويه، مش طبيعي تحسي بالتعب والارهاق. تمام. كوتش، كونه عم نحكي عن الاستمراريه، للاسف بنعرف كثير اشخاص بيقطعوا رياضه، وانا من الاشخاص اللي بسجل، يعني بس بروح بسجل بدفع القسط يومين وبقطع. كثير من هاي النماذج. تماما. فخلينا نحكي عن الاستمراريه، واذا بدنا نقعد نحكي عن تمارين الايروبيك كونه هي ممكن تتنفذ بالبيت اكثر من تمارين المقاومه، الى شروط معينه؟ يعني لازم يكون عدد العدات كبير ولا لا؟ ما أنا كبير. هلا هي المجموعات نحن دائما يعني معروف في الايروبيك هي دائما بتجي ثلاث مجموعات، المجموعات بتجي ضمن ثمان عدات، يعني هي ماكسيموم العدات بتجي. طبعا بدك تعرفي تلعبيها صح، لانه اي تمرين بتلعبيه غلط فهو رح ياثر عليك. يعني زياده العدات بيعطي نتيجه اكثر، يعني في في كوتشز بيعطوا ل 300 و500 عده. لا ما بيصير ان تكون كثير العدات، لانه انت ما حد لعبي تمرين واحد بس، انت بدك تلعبي اكثر من تمرين، والعضله عندها استجابه معينه، عند هذا
الحد هي ما بقى بتستجيب، بتصير تفرز حمض اللبن اللي هو ما بقى بيفيد العضلة ابدا. يعني انت عم تلعبي التمرينك ضمن هاي العدات، فخلص هو اخذت حاجته العضلي وخلص. نعم كوتش، خلينا نحكي عن علاقة الغذاء بالرياضة، بكل انواع الرياضة. يعني في مكملات غذائية وفي غذاء نحن بنحصل عليه يمكن من حياتنا اليومية، بالاضافة طبعا الى شرب المياه، شرب الديتوكس وشرب العصائر. خلينا نحكي بكل هدول، شو هو الشيء الصح؟ شو اللايف ستايل لازم تكون صح لكل سيدة، لنضارة وشها، لنفسيتها، لجسم متناسق ويمكن يعني يساعدها ايضا بالتمارين الرياضية؟ هلا اهم شيء برياضتنا هو شرب المي، يعني المي لازم تكون موجوده ضمن يومك، يعني اقل شيء لترين تشربي يوم بالنهار، طبعا ضمن النهار الطويل، يعني حتى بوقت الجيم وقت اللي انت عم تلعبي رياضه لازم تلعبي، يعني بين كل تمرين وتمرين تشربي نتفه مي مشان يعني العرق اللي عم تفرزيه ويرجع جسمك ياخذ طاقته اكثر. فالمي يعني هي اهم شيء بالنسبه للغذاء، يعني اهم شيء لازم تدخلي ضمن نظامك الغذائي وقت تكوني عم تلعبي رياضه البروتين، الكربوهيدرات، الالياف، الفيتامينات الموجوده بالخضار كلياتها، يعني هدول اهم شيء لازم يكونوا موجودين ضمن غذائك. بدك تبعدي عن كثير قصص مثل الاكل الجاهز، المقرمشات، الموالح، هدول القصص، لانه عندك الملح مثل ما السكر بيزيد الوزن، عندك كمان الملح بيزيد الوزن لانه هو بيحبس سوائل بالجسم، فهدول لازم انت تبعدي عنهم اللي هن السكر والملح، مو تقطعيهم على الاخر، يعني فيك تخففي منهم، فيك تستبدليهم بالسكر الطبيعي الموجود بالتمر، الموجود بالفواكه، الموجود بالفواكه المجففه، فيك تعوضي عنهم، ما في داعي لتاخذي السكر الاصطناعي الموجود مثلا مثل السكر اللي بتشربي مع مثلا المشروبات الساخنه. تمام. طيب خلينا نحكي عن نصائح ممكن تقدميها للاشخاص وخصوصا بيمارسوا رياضه الايروبيك اكثر، او نضوي على اخطاء شائعه بيسووها وهن عم يمارسوا هي التمارين بالذات. هلا اهم شيء انه وقت بتكون اللاعب عم بيمارس اي تمرين كان ايروبيك او مقاومه، انه يعني يلتزم بالتمارين، يلتزم بوقت التمرين، ما يجي اليوم وبكره ما يجي، يلا الاسبوع الجاي بكفي، لا هذا الشيء غلط، لانه انت خلص ما عاد عم تستفيد انت من التمرين اللي انت عم تلعبه. وبنصح اي سيدة يعني شو ما كان يكون عمرك صغيري او كبيري، يعني الرياضه ما وقفت عند عمر معين، يعني انا عندي سيدات اعمارهم فوق الخمسين وعم تلعب ونشيطه وعندها رشاقه وعندها ليوني بجسمها اكثر من الصبايا، وبتحسي عندها اندفاع لانه هي حابه انها تضل بالجيم مشان تحس انه حالها هي نشيطه اكثر ببيتها. انه ما لها علاقه ابدا انه العمر انه صغيره او كبيره، انه انا ما لازم العب رياضه، فبنصح اي سيدي كانت صغيره او كبيره انه هي تمارس الرياضه، لانه يعني رح تضل عاطيتها طاقه ورح تضل عاطيتها نشاط وبتعطيها شباب دائما يعني. تمام. كوتش هلا كثير دارج لضيق الوقت وللوضع الاقتصادي انه نحن نطلع تمارين على اليوتيوب او ابلكيشن على الموبايل، صح، له اهتمام بالرياضه ومنصير منطبق حركات. هل هالشيء صح؟ وفي كثير ناس كمان يمكن مع ديسك، انقراض، صح، صح، امراض عديده يمكن ما فيها تعمل اي حركه ان كانت، صح، خلينا نحكي عن هذا الموضوع اذا بتريد. هلا السيده اول ما بتدخل الجيم شيء طبيعي تساليها اذا عندها امراض مفاصل، امراض بالعظام مثلا مثل ديسك، او مثلا عندها قيصري، القيصريات دائما بيتعاملوا غير اللي بتتعامل السيدة الطبيعية، لأنه اللي بتكون عندها قيصريات بيكون عندها شوي ترهل بمنطقة البطن، عندها عملية، فهذا الشيء كله هذا نحن بناخذه بعين الاعتبار، يعني ما فيك تبلشي للسيدة اللي عندها مشاكل مثل السيدة الطبيعية. يعني بهذا الموضوع إنه لازم السيدة إنه أول ما بتجي تسألي كل هدول الأسئلة، إذا عندك مشاكل بالغدة الدرقية، إذا عندك مشاكل مثلا عندك نقص فيتامينات، كل هذا لازم تتداركي قبل ما تبلشي السيدي بالتمارين اللي لازم تعطيها اياها، لانه كل يعني كل وحده لها تمارين معينه، مثلا تمارين الارض اكيد اللي معاها ديسك واللي معاها يعني الم مثلا بالظهر او معاها مثلا قراص فقرات ما فيها بتلعبها مثل السيده الطبيعيه. وبالنسبه للرياضه بالبيت؟ هلا بالنسبه للرياضه بالبيت يعني هي تقريبا نفس الجيم، يعني هلا الجيم ما كثير بيختلف عن البيت اذا لعبتي طبعا الرياضه الصح، بس ما لما بكون مثلا تحت اشراف الكوتش انه هو بيعرف انك انت هذا التمرين لعبتيه صح او لعبتيه غلط، لما بتلعبيه غلط فانت عم بتاثري على حالك. هلا انا ما بفضل الرياضه بالبيت، هلا وقت بكون ظروفك ما بتسمح
اوكي انه خلص العبي بالبيت، بس طبعا تمارين ما تكون فيها كتير قسوه على الجسم مشان ما تاذي حالك. اما لما بيكون في مجال تروحي على الجيم، طبعا الكوتش بيكون هو ادرى بهيك موضوع. وقت انت بتلعبي تمرين بتكوني لعبانتي في شيء غلط، هو رح يصحح لك اياه انه ما بتلعبي هيك، انه لازم تلعبي بالطريقه الصح مشان تاخذي النتيجه الصح. طيب والمده الزمنيه لممارسه التمرين الرياضي سواء بالبيت او حتى بالنادي؟ 45 دقيقه لست دقيقه، يعني اكثر من هيك ما بيصير. يوميا الاهل هي 3 ايام بالاسبوع كافي يعني، بس اللي عنده مجال انه يلعب اكثر من هيك انه ما في مشكله، بس اكثر من هذا الوقت ما بيصير، لانه العضلات بشكل عم تتعب ما بقى بتستجيب، والاستجابه دائما للعضله هي بعد ما بتخلص التمرين. يعني انت ضمن التمرين عم تلعبي ما بتحسي بالتعب، ما بتحسي بالتعب والتعضيل وهدول القصص، بعد ما بتخلصي التمرين بتحسي انه انا ارتحت وهلا انا كثير مرتاحه ومبسوطه. ايمت بتحسي بالتعضيل؟ بعد ساعه ساعتين لما العضله بتصير اخذت حاجتها وبتصير اخذت استجابتها. نعم كوتش، يعني اليوم معلومات كثيره قدمناها لكل المشاهدين، بدنا نتشكرك واهلا وسهلا فيك. شكرا لك.